بمعنى، ودايما انا بقول الحكايه دي، ان في موهبتين، موهبه التمثيل دي موهبه مستقله بذاتها، وموهبه النجوميه زي ما كان الاستاذ عباس العقاد دايما في العبقريات بتاعته يعني. كان بيقول في سمات العبقريه. سمات العبقريه دي، في شخص ممكن ما يبقاش ممثل كويس انما عنده بريق النجم، اطلالته تقصد الكاريزما فيها النجم، كاريزما النجم. كاريزما النجم الاول. دي حاجه، دي موهبه مش بتاعتي ولا بتاعتك ولا نقدر اعملها ولا انت ناقصتك الكاريزما دي. يعني التجربه قالت كده، التجربه قالت كده، قالت ان انا انت ممثل شاطر بس ما انتش النجم الاول. هي دي دي دي, دي الحكايه. احلامك كانت اخدتك نحو النجم الاول في المسرح. يعني انا كان حلمي نجيب الريحاني وفؤاد المهندس ومدبولي وعبد المنعم ابراهيم وعبد الرحمن ابو زهره، الجيل ده اللي حببني في المسرح الكوميدي. ده هو ده اللي حببني في الحكايه، وكان عندي حلم ان انا ابقى نمره واحد في المسرح، في المسرحيه اللي انا فيها نمره واحد. طب وحصل ايه؟ وحصل ايه؟ ما حصلش، الظرف ما ينفعش، لان احنا جيل طلعنا كان مسرح القطاع العام بينزل شويه، مفيش بقى المسرحيات اللي مين اللي نجم من ابناء جيلك اللي كانت متوفره عنده الكاريزما بنفس الوقت زيك زيه؟ لا كتير، يعني يمكن في بيني وبينهم سنوات قليله. في اشرف عبائي، في هنيدي، في احمد ادم، في انما اللي ما كانش عندهم اللي الكاريزما دي عنه؟ مثلا اللي انا صلاح عبد الله، حجاج عبد العظيم. اللي حصل ان احنا تكويننا البدني والجسمي والشكلي ما فيهوش ده، احنا دايما عندنا ايه، النجوميه مرتبطه بمرحله الشباب. احنا واحنا شباب كان اللي بيعمل ادوار الشباب ناس كبار في السن. طب ايه الفرق بينك وبين هنيدي مثلا؟ لا هنيدي جه في لحظه كانت الساحه فضيت من الكوميديانات اللي في السينما، ما كانش فيه غير الاستاذ عادل امام بس الكوميديان اللي في السينما، يعني هو قطفها بالوقت الصح. مش برضه مش هو اللي عمل، هو الظرف عمل كده، وهو لانه عنده وشاطر عرف يكسب من الزمن او من الفتره اللي هو طلع فيها، وفتح باب لناس كتير، فتح باب لعلاء ولي الدين والاشرف عبد الباقي والادم ولاحمد حلمي